أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تؤكد مصادر صحفية اضطرار عشرات الناشطين إلى العراقيين إلى مغادرة البلاد بسبب التهم الكيدية والأحكام القضائية التي لحقت بهم غيابيا، ناهيك عن ملاحقة الميليشيات لهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات الشعبية التي اندلعت في الأول من تشرين الأول 2019، إضافة إلى مواقفهم السياسية الرافضة لتحكم الميليشيات بالعمل السياسي. وتواصل القوات الحكومية ملاحقتها للناشطين واعتقالهم في موجة اعتقالات جديدة شملت أكثر من محافظة. وأكدت مصادر صحفية اعتقال الناشط والمتظاهر أحمد دوري في محافظة واسط بتهم كيدية، الأمر الذي دفع متظاهري الكوت إلى التظاهر احتجاجا على الاعتقال التعسفي لرفيقهم، متوعدين الحكومة بالتصعيد في حال لم تقم بإطلاق سراحه. دعونا نشاهد هذه الصور من واسطة. أحمد نوري بدعوة كيدية ودعوة باطلة من نفط الوسط. أحمد نوري الباكر الصبح، أحمد نوري قال ما طلع من السجن الباكر الصبح، رجع التصعيد بس بالكوت كله مو فقط هنا. كفو باكر الصبح إذا ما طلع أحمد نوري يرجع التصعيد بكل الكوت، راح نعوف الدائرات هسه ونرجع. باكر الصبح إذا ما كنت تصعيد يبقى مفتوح بكل الكوت المحافظة. نبقى مع ملف اعتقال الناشطين والتضييق عليهم، ومن محافظة واسط إلى محافظة ذي قار التي شهدت هي الأخرى اعتقال الناشط عدي الجابري بعد مداهمة منزله والاعتداء على عائلته. وجاءت عملية مداهمة المنزل والاعتقال على خلفية مطالبة الناشط وزير الداخلية للحضور إلى المحافظة والوقوف على مشاكلها قبل أن تفرج عنها السلطات تحت الضغط الشعبي في المحافظة. دعونا نستمع إلى شهادته بعد الإفراج عنه في هذا المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. تم إخراجي من سجن الساهرون، السبب هو المطالبة بمقابلة حضرة جنابكم يا وزير الداخلية لنقل معاناة الناصرية ونقل الاعتداءات على شرطة المرور ونقل الاعتداءات على ضباطهم وعلى أغلب المنتسبين، الانفلات الأمن بالناصرية، المخدرات بالناصرية، الفوضى العارمة بالناصرية. هذا الكلام أثر على بعض المسؤولين في دائرة مرور الناصرية، قام مدير المرور برفع دعوة علي، والبارحة أنا كنت موقف في شرطة الساهرون والآن تم إطلاق سراحي بكفالة. هذه رسالة يجب أن توصل إلى مشاهد حضرتك كوزير الداخلية، هذا الأمر اللي ماشي بالناصرية وهاي الأوضاع بالناصرية المزرية، وهذه أنا كناشط في حقوق الإنسان وإعلامي وصحفي تعرضت لهاي المهزلة، أنا أعتبرها مهزلة، ولكن إحنا هذا ما يخوفنا، إحنا ماشيين بالطريق ومستمرين مكافحة الفساد ومكافحة الفاسدين. في غضون ذلك تتواصل الوقفات الاحتجاجية ضد اعتقال الناشط حيدر الزيدي في أكثر من محافظة بعد حكم القضاء عليه بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات. ففي محافظة بابل استنكر عدد من أبناء المدينة ازدواجية القضاء كما قالوا في العراق في إخلاء سبيل الفاسدين وملاحقة الناشطين لمجرد تعبيرهم عن الرأي. دعونا نستمع إلى جانب من بيان أبناء بابل حول هذا الموضوع في هذا المقطع. أحرار محافظة بابل وقفة احتجاجية سلمية ضمن المواد الدستورية 25 و27 والمادة 38 من الدستور العراقي لسنة 2005. مفاد هذه الوقفة الاحتجاجية أننا نطلب بالعدول عن القرار التعسفي بحق الحر حيدر الزيدي الذي حكم 3 سنين بتهمة إهانة الدولة. هؤلاء الأحرار ونحن أحرار العراق لا يمكن لنا أن يصدر منا
ما يسيء إلى هذه الدولة بقدر ما صدر من حكومة الأحزاب الرجعية. ومن محافظة بابل إلى محافظة كربلاء، إذ شهدت ساحة الأحرار في المدينة التي كانت رمزا للتظاهرات إبان ثورة تشرين وقفة للمتظاهرين استنكارا ضد الحكم الصادر على حيدر الزيدي، وأعرب المتظاهرون في بيان لهم عن استغرابهم من إفلات الجناة المتورطين بقتل المتظاهرين من العقاب في الوقت الذي يحكم على ناشط بسبب تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. الأحرار في كربلاء ندين ونستنكر سياسة تكميم الأفواه التي طالت أخينا الناشط الثائر البطل حيدر الزيدي، كما نطلب من الجهات المعنية إطلاق سراحه فورا. الحرية حيدر الزيدي، الحرية حيدر الزيدي، عاش العراق، عاش العراق. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال الناشطين. أبو محمد الجدوعي يقول: نائب يطلع على الفضائيات يعترف بأنه مرتشي وكل الحكومة مرتشية، ما يتقرب القضاء على لمس شعره منه، وصحفي يسجل لأنه عبر عن فكره. أما سهيلة الزبيدي فتقول: يقتلون الشعب، ما حد يدينهم، وإذا شخص ذكرهم بسوء ينحكم 3 سنوات ويقولون القضاء عادل، وتضحك متهكمة. فراس أبو محمد يقول: هذا هو نهج الحكومة، تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير عن الرأي. أسعد عباس آل قويدر يقول: وسرقة المليارات يطلع براءة، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، يعني ملاحقة الناشطين ما زالت مستمرة، وتم الحكم على حيدر الزيدي ب3 سنوات، وهي عقوبة مشددة بسبب تدوين على منصات التواصل الاجتماعي. العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وفي الساحات قالوا بأن هذا الحكم هو يعتبر ازدواجية من قبل القضاء. من يسرق مليارات الدولارات يخرج بعد أيام بكفالة، ومن يقوم بإدانة أو كتابة منشور يحكم عليه بالسجن. ما هو رأيك؟ ورحب بك أخي عبد الرزاق. حياكم الله دكتور عمر. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. نعم. هذه سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات، هذه يعني صراحة معيبة على أي دولة تستخدمها ضد شعبها. أما بالنسبة للقضاء العراقي، مع كل الأسف يعني أشوفه يعني فقد هيك يعني القضاء العراقي من أصبح يداهم السراق والسوق خير قريب، يعني قبل فترة السارق ويوص وناهب للروات العراق، شفت القضاء العراقي شلون يداهن وياهم، هاي ما موجودة تاريخ القضاء العراقي. أما الناس الفقراء، الناس البسطاء مثل الناشطين وغيره، فشوف يعني القضاء العراقي يعني يستخدم وياهم كل القوانين وكل الإجراءات اللي أراد على حقهم، وهو هذا ازدواجية القضاء العراقي مع الأسف. يعني صراحة يعني الدولة مالتنا ما يعني تحترم المواطن العراقي. يعني أنت قبل فترة يا دكتور عمر شفت الفرنسية مالتنا من ست الجوازات للفاشيستات والراقصات، الجواز العراقي أصبح يعني درجة الخطاب مالته يعني معيبة بتاريخ الجواز العراقي. يعني مثل القضاء، مثل الجواز العراقي، فهذه يعني الصراحة هو هذا عمل الأحزاب يا دكتور. إحنا بدنا نعيش دولة تحترم المواطن، تحترم نفسها، فالأحزاب هي اللي جاية تتحكم بالبلد، وهي اللي تصدر القوانين، وهي اللي تتخذ الإجراءات، فهذا الوضع مال الأحزاب. فإحنا ما نستغرب ولا نستكثر من تلقى عندهم هذه التصرفات، سواء القضاء العراقي
او المؤسسات الاخرى. يعني الا تدرك هذه اخي عبد الرزاق، الا تدرك هذه المؤسسات بانه هذه الازدواجيه وهذه الاحكام المشدده بسبب منشور سوف يعود عليها بشكل سلبي من قبل الشعب؟ الا يدركون هذا الامر؟ دكتور عمر، هم يعرفون كل الزمان بانه الشعب العراقي رافضهم. نعم. هذا شيء واقع، لكنه هم الاحزاب يعني اللي جاي يدعمهم دعم دولي يعني ساخنين، فيعرفون كل الزمان بانه هو خير دليل لثوره التشكيل اللي يعني طبختهم وعرتهم يعني كشفتهم على حقيقتهم، يعني ناس يعني لصوص ناس ما يهمهم غير مصالحهم الذاتيه، واذا الشعب ما تفضل يعني الوضع العراقي يعني الفقر البطاله اللي منتشره، ويعني ما يهمهم هذا الوضع المواطن العراقي وين ما يكون، اهم شيء مصلحتهم ومصلحه الدوله اللي تدعمهم. شكرا لك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. ونذهب إلى ملف آخر، حيث نظم المئات من أصحاب العقود عقود التعليم العالي تظاهرة أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم، كما قالوا وسط أنباء عن عدم إدراجهم في موازنة العام القادم 2023. وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وفسادها، متهمين الحكومات بسرقة تخصيصاتهم المالية وتسويف قضيتهم. دعونا نشاهد جانبا من تظاهراتهم في هذا المقطع التالي. ما ارجع اللي سبتوني واخذ حقي. احنا الماعز نطلب لازم نعرف هالاسباب، احنا الماعز نطلب لازم نعرف هالاسباب، احنا الماعز نطلب لازم نعرف هالاسباب، لازم تعرف الاسباب. يا ما ترضى تثبت ليش من جيبك تنطي، يا ما ترضى تثبت ليش من جيبك تنطي، انا ما حاضر يا ناس ياخذ حقي. ومن بغداد إلى كربلاء، حيث شهدت المدينة تنظيم تظاهرة لعدد من الخريجين التربويين أمام مبنى مجلس محافظة كربلاء، وذلك للمطالبة بتعيينهم على ملاك وزارة التربية لسد النقص في المدارس. أكدت مجموعة من المشاركات في التظاهرة بأنهن تعرضن للضرب والاعتداء اللفظي من قبل قوات مكافحة الشغب بدلا من الاستماع لمطالبهن. دعونا نشاهد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي. تظاهرنا بالعلم العراقي وصوتنا هو سلاحنا، طلعنا نتظاهر لمدة سنتان، احنا نتعرض للضرب والقمع والأهانة، خريجات نساء وأطفال في كربلاء يتعرضون بقمع بوحشية وسب من قوات الشغب. حتى دفعانا والله العظيم حتى دفعانا نساء كربلائيات خريجات تنقمع تضرب من قبل قوات الشغب، احنا ما طالعين نبي شيء من عندكم، نريد بس حقنا، العقد هو ابسط مطالبنا، ابسط مطالب الخريج قيمته 250,000 دينار، يعني لا يساوي تعب الخريج لمده 16 سنه، الموازنه انفجاريه، الى متى نبقى احنا بهذا التعذيب والتهميش؟ الخريج طلع يطالب بحقه، ليش ينقمع من قبل قوات الشغب؟ وامراه عراقيه في كربلاء تتعرض للسب، تتعرض للقمع، يضربونها نساء انجر كرار من جوائدين الزلم الشغب، انجر كرار احنا نسوان انجر كرار من جا
جوائدين الشغب ليش ما خجلوا ما يستحون؟ شنو من حكومة هاي؟ شنو من حكومة؟ بايقين؟ هما ما بايقين، احنا ما حد من عندنا بايقة، لا احنا ولا بزرنا ولا بزر بزرنا، بس مو هيك شيء. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور. يزن يقول أموال العراق تسرق تريليونات والشباب ينضرب ومتبهذل على كم ألف، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو حيدر يقول العرب من شيمتهم من المعيب والعار التجاوز على الإمرأة، يقول هذولا لا يملكون ذرة من قيم الرجولة والمروءة، هؤلاء عار على العرب والإسلام. أما حيدر النائلي فيقول للأسف هذا حال الخريجين يتعرضون للقمع والضرب بهاي الطريقة. ناسك مهدي يقول حكومات فاسدة وكل همها شلون تجني أحزابها أموال الدولة وتجعلها في ميزانياتها ولا يهمها الشعب الفقير. نعم. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، ورحب بك معنا أبو أحمد. إذن مطالبة مستمرة من قبل الخريجين بتوفير الوظائف ومن قبل أصحاب العقود من كافة الكليات، لكن لغاية الآن لم يحسم بشكل قطعي هذا الأمر من قبل الحكومة، ما هو رأيك؟ ورحب بك، أهلا وسهلا. حياك أخوي العزيز. بالنسبة للموضوع اللي يعني الآن هو مطروح عندكم حلقتكم، موضوع الخريجين موضوع يعني من 2003 ولحد هذا اليوم الشعب العراقي يعاني من عنده، او شلون نقول هاي الطبقه الطلابيه او الطبقه اللي بيها الخريجين او العاطلين عن العمل او يعني اللي يحصلون على عقود او توظيف. هذا الامر تدري انت انحسب من وقتها ولحد هذا اليوم داين حسب عن محسوبيه، يعني انت اني وزير قرايبي منطقتي عشيرتي المعارف او حسب الدفع والرشوه، تعرف انت هذا الموضوع يعني لا يطاق بعد، يعني موضوع مفضوح حاليا اللي الحكومات المتعاقبه اللي اتت للحكم العراق ما وفرت لا عمل ولا وظيفه ولا اي شيء للخريجين، حتى ولو مثلا عقود نقول شركات، يعني حتى لو بشركات وهمية مثل الفضائيين اللي موجودين حاليا عندهم هم اللي تابعين للقوات الأمنية أو للحشد أو غيرها. اي فاحنا موضوع الحال اللي جاي يصير بالعراق حاليا ماكو أي شخص أو أقول لك موظف حكومي أو وزير أو مدير دائرة يقدر حاليا يوفر الا موافقه الاحزاب اللي تحكم البلد، اللي الاحزاب الفاسده، وانت اذا تعرف وتشوف الاتفاق لتشكيل الحكومه اللي صار باتفاق مع بين الكتل السنيه والكرديه والشيعيه، مع الاسف اقول هذا الشيء لانه هم جابوا هاي التسميات، ماكو لحد هاي اللحظه اكو شيء يعني صار او تنفذ من هذه الاتفاقيات. دا يطلعون راح يصير تثبيت عقود، راح يصير تثبيت موظف العفو توظيف، نعم. قد وزارة النفط، قد وزارة الصحة، وزارة التربية، وكلها محف كذب حشاكم، يعني كل يضحكون على الشعب العراقي، وهاي الشباب اللي جات تظاهر وتتعب وتطلع من الصبح على تطلب حقوقها دا يضربوها ويقمعوها بسبب يعني احزاب السلطه، بدفع من احزاب السلطه. نعم. مع الاسف على القوات الامنيه اللي موجوده. القوات الامنيه انتم يعني ذا اعرف منين انتم؟ هو ابن عمك وابن خالك واخوك هم اللي يعني هل تتصور انه العائله كلها هم شرطه؟ هل تتصور العائله هم كلهم جيش؟ هل تتصور العائله هم كلهم شقب؟ لا، لازم اكو من العائله اكو موظف تربه او العفو يعني طلاب خريجيين. نعم. او يريد وظيفه مدنيه، ليش تقمعوهم؟ ليش لك حقه؟ انت لك حق وما الى حق. بالعكس الحق الاولى والاول هم المعلمين او العقود الاخرى، لانه انت لولا المعلم ما صار الشرطي ولا صار الطبيب ولا صار البقيه كلها. فاني يعني اقول صراحه غير يعني اللي انا برايي المفروض الجامعات
والمعاهد هذه الطلاب تسوي اضراب عام، اضراب عام مثل ايران حاليا، اضراب عام عن الدراسه، اضراب عام حتى المدرسين، اضراب عام الى تحقيق انه ولو ماكو تحقيق واني مسؤول عن كلامي، ماكو اي مطالب تتحقق، اي مطالب الا تروح هاي الشله الفاسده اللي تحكم البلد حاليا. نعم، شكرا لك ابو احمد من رمادي. اعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم ملفات هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم من جديد. على خلاف سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في العراق والذي كان فيه التعليم في البلد من الأفضل في الشرق الأوسط من حيث البنى التحتية والمناهج ومستوى التدريس بحسب العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو، أمس واقع التربية والتعليم حاليا في تراجع مستمر بسبب ضعف البنى التحتية، الأمر الذي زاد من معاناة المعلمين والطلبة على حد سواء. ولطالما استعرضنا هنا في صوتكم العديد من المقاطع عن الواقع المأساوي للصفوف والمدارس الآيلة للسقوط، لكننا في ملف اليوم سنستعرض سويا حال الطرقات المؤدية لعدد من المدارس في ظل انهيار البنية التحتية التي تعيشها البلاد. ونبدأ من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، حيث أظهر مقطع مصور غرق أحد الشوارع القريبة من إحدى المدارس بمياه الصرف الصحي التي طفحت نتيجة عدم وجود المتابعة والصيانة الدورية، الأمر الذي انعكس سلبا على حركة سير الطلاب خلال ذهابهم وعودتهم
من وإلى المدارس. دعونا نشاهد واقع الحال من قطاع 49 في مدينة الصدري شرقي العاصمة بغداد. التلاميذ قوي يعبروا، شوف هسه الاطفال مش راح يعبروا، شو راح يعبرون دول؟ فيضان ايوه، فيضان 49 ونبقى مع الطريق إلى المدرسة في العراق ومن بغداد إلى صلاح الدين، حيث أظهرت صور من قضاء الدور في ناحية حمرين بمنطقة البعيسة حال الطرق المؤدية إلى مدرسة بدر الابتدائية المختلطة، ونشد الطلاب بتعبيد الطريق المؤدي إلى مدرستهم على الرغم من وجود قرار سابق يقضي بتعبيد الطريق دون تنفيذه لغاية الآن على أرض الواقع. دعونا نشاهد. نريد نشوف السيد المحافظ الشارع اللي نزل على مدرسة بدر، شلون الطلاب يفوتون به هذا الشارع، الطريق اللي رايح على مدرسة بدر، مين يفوت الطالب؟ سيادة المحافظ هذا الطريق، طالب لازم يفوت بالماي. العلم الشارع احنا قدمنا الطلب للسيد المحافظ الشيخ اسماعيل الهلوب قبل سنتين ووافق، كان نائب محافظ وحاليا هو المحافظ ووافق عليه. الكتاب كمل من الطرق والجسور وحاليا بتخطيط المحافظة صار له سنتين. الطالب وين يفوت؟ هاي زراعية وهاي من هاي زراعية. هذا سيادة المحافظ، هذا الطريق ماكو على المدرسة للعلم، وهاي الطلاب يعني تمشي بطين، فكتاب صار له سنتين انت وافقت عليه، ونرجي من سيادتك هاي المناشدة ان تستجيب لنا. ومن صلاح الدين إلى محافظة البصرة، حيث ناشد أبناء منطقة حي طارق في المحافظة لإنقاذ أبنائهم الطلاب بسبب وجود جسر للمشاة آيل للسقوط في المنطقة، وهو الجسر الوحيد الذي ينتقل عليه الطلبة من وإلى المدارس. دعونا نشاهد هذه الصور. إيه تفاعل عراقيون كثر مع هذه الصور ومع استمرار طلاب المدارس لا سيما الصغار من المدارس الابتدائية. عباس التميمي قال هذا عبارة عليا من كنت صغير وهسه بعد على وضع رغم مليارات البصرة. أما كريم الجميلي فيقول الذهب جو القاع والزبالة فوق القاع، يقول سود الله وجوه الأحزاب الفاسدة دنيا وآخرة. فرح حسين تقول جسور آيلة للسقوط مو مهم، أهم شيء جيوب المسؤولين عامرة. علي حسن يقول ما أدري شنو شغل
مدراء البلديات ومعاونيهم والمسؤولين يتساءل. دعونا نذهب إلى ملف آخر وهو ملف فحص الهزة كما يعرف في العراق، حيث أثار قرار فحص الهزة الذي قررته مديرية المرور اعتماده لدى دوائرها في العاصمة بغداد أثار استياء كبيرا بين صفوف المواطنين الذين عدوه منفذا جديدا للفساد، داعين الجهات المعنية إلى صيانة الطرق وتفعيل نظام الإشارة المرورية وإنارة الشوارع وغيرها بدلا من الاستمرار بهذا النظام. وتستحصل مديرية المرور من المراجعين للفحص الإلكتروني مبلغ 30,000 دينار عراقي. في غضون ذلك تسبب موقع فحص السيارات شمالي العاصمة بغداد بأزمة سير كبيرة خلال توجه السائقين لفحص سياراتهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم في ظل عدم تهيئة الطرق المتوجهة للموقع وتعبيدها. فلنشاهد. ربكم هاي وضعية بالهزة تجي منك وتلوف ود من ناري تجي هيك وتلزم سرع وتجي من ناري وتلوف ورا سرع دولي وما عدا الازدحام اللافق هناك. شوف هود تلوف الطبلي جاي صار لها هزة، لا تنبيه لا اسخام، هي السيارة هنا تتكسر. شوف الازدحام هاي، لازم الجاية كلها ترجع تفتار تروح لغاد شنو وبفلوس. نبقى مع موضوع فحص الهزة في العراق. وناشد مواطن يمتلك مركبة من نوع سايبة ناشد مديرية المرور لوضع حد لقراراتها المتخبطة كما قال، بعد مطالبتها بفحص الهزة لمركبتها التي تحطمت بالكامل إثر تعرضها لحادث سير، وأكد بأن الغرض من بيعها وتسقيطها يتمثل بالاستفادة من رقمها. فقال: ما الداعي لإجراء الفحص لسيارة محطمة وخارجة عن الخدمة؟ دعونا نشاهد ما قاله هذا المواطن. إلى وزير الداخلية بعد ما ناشد مدير المرور العامة، هاي السيارة مضروبة وأريد أسقطها، المرور يطلب علينا هزة، يعني على سيارة مضروبة تريد لك هزة؟ شنو راح أطلع بها على شارع الربيع لو شارع فلسطين؟ سيارة مضروبة ومصنفة وأريد أسقطها لأريد أستفاد من رقمها، وأنا منعول والد والدي، زين من تريد علي هزة؟ والله خاف واحد يحكي وهم تدخلونها بال، شوف لنا حل يا وزير الداخلية رحمة لوالديك. هاي السيارة مضروبة وأريد أسقطها والجماعة يريدون هزة، هاي الهزة على السيارة المضروبة مو فساد، والله قمة الفساد. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع موضوع فحص الهزة الذي يثير الجدل كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي ومنها تعليقات على فيسبوك. ومع هذه الصور التي عرضناها مع بعض، علي سلمان يقول: أفشل دائرة يقول بالكرة الأرضية كما يقول هي مديرية المرور في العراق. زاهر يقول، العبيدي يقول: المطلوب من الحكومة إلغاء القرار الفاشل كون شوارعنا لا تتوفر فيها أبسط معايير النظام والأمان. أبو رعد يقول: أصلا هو كل القرار فساد وسرقة رسمية، لا يستطيع الوزير إلغائها لأنها تابعة إلى جهة سياسية. أبو صقر محمد يقول: هاي تأخذها بكرين، يقصد على صاحب السايبة، سطحة وذبها باب المديرية، لو تخليها باب قسم الهزة وتقول لهم تفضلوا هاي أريد أسوي لها هزة حسب توجيهاتكم وتعليماتكم، وخليها قبال عينهم وسويهم فرجة للعالم، يقول أبو صقر. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
بعد تأكيد وزارة الداخلية إصدار 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد. ما هو معيار إصدار الجوازات الدبلوماسية في العراق؟ وما دلالات استمرار تديل جواز السفر العراقي قوائم التصنيفات الدولية لأفضل جوازات السفر في العالم؟ وما مدى معاناة المواطن العراقي مع جواز سفره في الخارج؟ أسئلة نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من منبر الرافدين بعنوان: جواز السفر العراقي عادي للمواطن، دبلوماسي لعارضات الأزياء. اهلا بكم من جديد، وارحب بابو مثنى، ابو مصطفى من المثنى. ابو مصطفى، مواطنون يعترضون على نظام فحص الهزة من قبل مديرية المرور، ويقولون بانه الاولى تبليط الشوارع وتنظيم السير من خلال الاشارات المرورية وغيرها من الامور قبل فرض فحص الهزة على سائقي السيارات. ما رايك ابو مصطفى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حبيت أن أشارك هذا الموضوع. أهلا بك. موضوع حساس مهم المواطن العراقي حقيقة. بالنسبة لهذه الأمور والقوانين اللي تفرضها الدولة العراقية من أجل فساد أبواب، هو الأبواب في فساد وأبواب لسحب قوت الشعب، ولا شيء بالمواطن العراقي اللي أصلا شارع مثل الأوادم ما عنده، وجاي الضرائب واللي يسمع التعريفات اللي موجودة والأموال من هو وغالة الضرائب وغيرها، أصلا هي تروح على جيب الفاسدين. شنو هالزار شنو هاي؟ لعبة من الحكومة من أجل جعل المواطن دايخ بك الأمور، حتى ما يفكر بالشغلات اللي شارع. نعم. ما عدنا شارع بخير، ما عدنا شنو هذا شنو يعني، هاي مهزلة يعني كارثة. يعني يوم بعد يوم احنا ننتهي الى حصبه. عزيزي والله العظيم هذا النظام نظام فاسد، يعني بكل المعايير وكل المقاييس. وإذا شنو بيجينا معناه انه شنو احنا وين احنا؟ امريكا انت جاي تعطيني خدمات، انت بأوروبا جاي تعطيني خدمات حتى بيئة صالحة، شنو انت جاي عندك مستشفى، عندك مدرسة، عندك شارع بخير، عندك مكانات تروح لها؟ الله وكيل محمد كفيل، احنا في زي ما حضرت مثلا الان عبارة عن بركة في مستنقع وبركة موجودة. نعم. محافظ موجود ولا يهمنا، والناس والوزراء والناس ومدراء وأراضي ومتلحنين مثل هذا وضعنا. هذا وضعنا مع الأسف. بعد علينا يعني شنو يقول حسب الله ونعم الوكيل، نظام فاسد ما إلى أي يعني شنو يقول المستقل لرب العالمين. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو مصطفى من محافظة المثنى كان معنا. دعونا نذهب إلى الهاشتاج، حيث أثار مشروع قانون التظاهر وحرية التعبير في العراق جدلا بشأن تقييده من قبل وتكميم الأفواه ودعم الآلة القمعية الحكومية كما قالوا، والتي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين. وجاء هذا الجدل متزامنا مع الرفض الشعبي لقرار محكمة جنايات الرصافة في بغداد القاضي بالسجن الشديد لمدة 3 سنوات للناشط حيدر الزيدي، الذي يوضح الانحياز والتأثير الكبير لهيئة الحشد على مجريات التحقيق وإصدار القرار بحق الزيدي، كما أكد مدونون وناشطون. وأكد هؤلاء بأن تطبيق القانون في العراق يتم بصورة انتقائية، إذ يطال الضعفاء فقط ويخدم مصلحة السلطة وأصحاب النفوذ، حيث لم يصدر أي حكم قضائي ضد نور المالكي الذي هاجم ميليشيا الحشد ووصفها بأمة الجبناء، ليتصدر على إثر ذلك واسم الحشد أمة الجبناء
ترند العراق على تويتر والذي اخترنا لكم منه بعض التغريدات. دعونا نتابع. علي الحبيب يقول: بما أن الأخوة بهيئة الحشد أقاموا دعوة على حيدر لأنه انتقدهم فعليهم أن يثبتوا إخلاصهم للمؤسسة ويقيمون دعوة على نور المالكي لأن وصف الحشد الشعبي بأمة الجبناء. زهرة تقول: كان المفروض ينسجن ويا حيدر باسم الكربلائي، مو على أساس أنتم جاي تطبقون القانون، لو على ناس وناس شو سوى فتنة كبرها وما حد فك حلقة بكلمة، على الرغم من رفع أكثر من دعوة قضائية. حسين النوري يقول: ترى هاي مقولة المالكي، إش عجب نحكم حيدر الزيدي بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة وما نحكم المالكي؟ يقول الجواب: لأن فعلا أمة جبناء كما يقول حسين. مسلم محمد يقول: كان وما زال سيبقى الحشد عبارة عن منظمة إرهابية، شاء من شاء وأبى من أبى، هذه هي الحقيقة كما يقول مسلم. دعونا نذهب إلى أنفوغرافيك، حيث تحل اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة السنك والخلاني في بغداد التي ارتكبتها الميليشيات ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة بغداد. وتعد مجزرة السنك واحدة من المجازر المروعة التي ارتكبتها الميليشيات إبان ثورة تشرين، وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، فضلا عن تحولها لعلامة بارزة في الإفلات من العقاب في دولة ينعدم فيها القانون كما يقول ناشطون ومدونون، ويتهم هؤلاء الحكومة بالتستر على القتلة وعدم الكشف عن نتائج التحقيق وسط دعوات بالقصاص لعشرات الشهداء الذين قضوا برصاص الميليشيات، على الرغم من الأدلة غير القابلة للشك التي تكشف الجهة المتورطة بتنفيذ هذه الجريمة. مزيد من التفاصيل في سياق الأنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. مدنيين راجلة بدون سيارات حرقوا الجراج هناك في البادارات وفي الكمال، بدأ الرمي من الساعة 9 لحد الساعة 7 وصارت هنا مجزرة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.